إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجات شبكة البرنامج العام، وننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. على الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. إلهي، ملأت قلوب الصائمين طمعا برحمتك، وملأت قلوب القائمين أملا بجنتك، وملأت قلوب العارفين رجاء بدوام تجلياتك، وملأت قلوب المذنبين تعلقا بعفوك وغفرانك، وملأت قلوب المحبين رغبة في دوام أعطياتك. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا، واكتبنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، ارفع عنا الوباء والبلاء، واحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، عادت العادون وجار، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يأتيه رجل من قضاعة فيقول: يا رسول الله، إني شهدت أن لا إله إلا الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وقمت وآتيت الزكاة، فممن أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنت من الصديقين والشهداء. صدقت يا سيدي يا رسول الله. يا رب، صل على النبي الهادي، أزكى العباد وأشرف العباد. يا رب، صل على نبي روحه سر الوجود وعلة الإيجاد. سلم عليه وقل له دام الهوى. يا رب، بالتوفيق والإسعاد سلم عليه وحيه بتحية تهدي شذا روض الربيع النادي. صلي عليه وحيه بتحية كالمسك علله نسيم الحادي. يا رب، صل عليه واقبل بالرضا صومي، وأسلك باليقين فؤادي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات فجر 15 من رمضان نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة، وننقل لكم صلاة الفجر في هذه الأيام المباركات التي تمر كطيف خيال. انتصف شهر رمضان، وانتظروا النهاية سريعا،
ولذلك فإن العاقل اللبيب من يتخذ من سرعة انقضاء هذه الأيام عبرة لذاته وموعظة لنفسه بالاجتهاد في العبادة والذكر والدعاء، لأن كل شهر عسى أن يكون منه خلف، أما شهر رمضان فمن أين يكون لنا منه خلف؟ ففيه أبواب للجنان مفتحة وأبواب للنيران مغلقة والشياطين مصفدة، ولكن المنادي ما زال ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فاجتهدوا في الطاعة قبل انقضائه وأسرعوا بالمتاب قبل انتهائه. الله تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا رب أدركنا بعفوك إننا في خير شهر قد أنخنا ركابا، ما أعظم الرحمن حين يزيدها تلك النفوس أناقة ومهابا. الروح تبحث عن دواء فاعل والصوم قدم بلسما وحجابا. ما كان شهر الصوم إلا روضة جمعت ببستان الهدى أحبابا، يجري ويمضي كل يوم مسرعا، يجري ويمضي كل يوم مسرعا، ويمر يشبه غيمة وسحابا. بالله لا تمضي وتترك روحنا، بالله لا تمضي وتترك روحنا، ونعود نشهد ظلمة وسرابا. إنا سألنا ربنا وعظيمنا، نحتاج من بعد السؤال جوابا. النفس تدرك، النفس تدعو ربها لبهائها، والله في الشهر الفضيل أجابا. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نصافح الآذان والقلوب بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية الأولى إلى الآية 20 من سورة الأحقاف، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيتوني بك
كتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إلا ما يوحى إلي وما
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله القوم الظالمين. وقال للذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما أساطير الأولين.
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم الفاتحة بك يا كتاب الله تمت حكمة علوية واستبشرت قسمات والقارئون جذبتهم في نشوة خشعت لها العبرات والخلجات والسامعون شغفتهم بمدارك فتلمسوك وهزهم إنصات
يا نور نور الله في عليائه من غري هديك مطمئن هداته، آمنت أنك أنت وحدك ملهمي ولديك إن عز السبيل نجاته. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد تحركت قلوبنا بذكر الله عز وجل مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي استمعنا إليها من قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت من الآية الأولى إلى الآية الخمسين من سورة الأحقاف، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه اللحظات المباركات من شهر رمضان يهجع فيها الكون ويسكن فيها الليل ويخشع فيها القلب وتسمو فيها الأرواح وتصفو فيها النفوس، ولم لا وهي في خير الشهور وأجل الأوقات. نعم، ذكر الله عز وجل والتضرع إليه في هذه الأوقات يسكب في القلب أنثى وراحة وسعادة ونورا. فاللهم إن لك عبادا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، لبثوا ثوب الخوف والرجاء وزرفوا عبرات الحسرة والحنين على ما فرطوا في حقك يا رب العالمين، وها هم الآن يقفون على الأعتاب يطرقون باب عفوك وغفرانك، وكلهم أمل ورجاء أن يفتح لهم الباب من رب الأرباب لينالوا الرضا والرضوان. وأنت يا رب أكرم الأكرمين، يا رب أنت أكرم من سئل وأجود من أعطى، فلا تحرمهم من عطائك وجودك وكرمك. اللهم لا تحرمنا ولا تحرمهم ولا تحرم مستمعينا لذة الوصال بك، ولا خشوع الخائفين منك، ولا رجاء الطامعين في رحمتك ومغفرتك. اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين والمرحومين ومن عتقائك من النار، وارفع عنا الوباء والبلاء، واكشف عنا السوء بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب، من دعاك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، يسر لنا فرجا قريب يا حاضرا لا يغيب. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى مطلع فجر الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، نبقى مع الابتهال والدعاء مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا وهو غاية كل وعد.
واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل صيامنا وصلاتنا وارحم أمواتنا واحفظ مصرنا يا رب. رتل كتاب الله في شهر الهدى والنعم بذكر الله في القرآن صوم وذكر ونفحة قارئ شهر يفيض بطاعة الرحمن. رتل كتاب الله في شهر الهدى والنعم بذكر الله في القرآن صوم وذكر ونفحة قارئ شهر يفيض بطاعة الرحمن. رمضان مهلا لا تكن متعجلا لك أننا في جنة الرضوان. رمضان مهلا قد وصلت تنصفا رمضان مهلا لا تكن متعجلا لك أننا في جنة الرضوان. كان النبي إذا تبقى ثلثه نصب الفؤاد وطاف بالوجدان يدعو الإله تقربا وتوددا على الكريم يجود بالإحسان. رمضان مهلا قد وصلت تنصفا رمضان مهلا لا تكن متعجلا لك أننا في جنة الرضوان. كان النبي إذا تبقى ثلثه نصب الفؤاد
صب الفؤاد وطاف بالوجدان يدعو الإله تقربا وتوددا على الكريم يجود بالإحسان. رمضان واذكر لنا رمضان من نفحاته واذكر لنا رمضان من نفحاته في يوم بدر منحة الرحمن سبحان من بالعز ينصر عبده ويزيده بسكينة واذكر لنا رمضان من بركاته في فتح مكة عزة الإيمان وأعد علينا هدي خير معلم ودعاء في ليلة الغفران. رمضان من حرف الكرامة نوره وختامه عتق من النيران. سبحان من بالعز ينصر عبده ويزيده بسكينة وأمان. رمضان واذكر لنا رمضان من بركاته في فتح مكة عزة الإيمان وأعد علينا هدي خير معلم ودعاؤه في ليلة الغفران. يا رب واجمعنا صحب النبي محمد يا رب واجمعنا في صحب النبي محمد يوم اللقاء بجنة الريان. سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله
فالغيب ذكرك يا حبيبي لم يزل يفتي القلوب محبة ونعيما. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يفتي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين خذ مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكت نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء فجر 15 من رمضان مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. قدم قبله جانبا من الأدعية والابتهالات، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، من أحسن الظن بربه وتوكل عليه حق توكله جعل له من أمره يسرا، وجعل له من كل ضيق مخرجا. ومن أحسن الظن بربه بادر إلى طلب عفوه ورحمته ومغفرته، وصام وقام كما ينبغي الصيام وكما يكون القيام. فالصيام ليس امتناعا عن الطعام والشراب والشهوة فقط، ولكنه يشمل صيام كافة الجوارح عن فعل الآثام والمنكرات. وكذا القيام ليس بحركات تؤدى، ولكن يجب أن نستحضر عظمة من نقوم له ونركع له ونسجد له. ومن أحسن الظن بربه ينطرح دائما على بابه وينيب إليه ويرجوه دوما أن يغفر له ويتوب عليه، خاصة ونحن في هذه الأيام المباركات. من قال في الوحي المطهر أستجب، سيجيب من يدعو ويعطي من طلب. أمن يجيب إذا المخاوف أقبلت، أمن يجيب إذا المخاوف أقبلت، فيزيل من غم ويكشف من كرب. أمن يرى المضطر قام مناجيا ربا عظيما في العطاء وقد وهب. فاستبشروا مهما تمادت كربة، وادعوا على ثقة وقوموا في أدب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يبلغنا نهاية شهر رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. الآن يقام للصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدوا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا،
فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، ربنا هب لنا ما يقربنا إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأعتق من النار رقابنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا صالحا، لا مخزيا ولا فاضحا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم وإماما، قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكان معنا مبتهلا وداعيا لله عز وجل مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق، لبيب عبد الهادي، هاني سليمان، أحمد إمام، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات زميلي رأفت موسى من هندسة استوديو البرنامج العام، والزميلة أمل مصطفى من أسرة المذيعين، وكنا معكم زميلي علي مسعود السهيد مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، وهذه تحياتي من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى استوديوهاتنا هنا بمسبير، وإلى اللقاء في إذاعة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من رمضان من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع والعشرين من أبريل من عام 2021 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.